أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قصة قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قصة هذه الآية قصة عجيبة، وما هي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغريبة. يحدثنا البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه وعن غيره أن رجلا نزل على النبي ذات ليلة ضيفا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 9 من بيوته يسأل نساءه: هل عندكم من طعام لهذا الضيف؟ فجاء الجواب من بيوت النبي: لا والله ما عندنا شيء. وربما قالت بعضهن: والله ما عندنا إلا الماء. هذا حال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فبادر أبو طلحة الأنصاري كما ذكر مسلم في صحيحه وقال: أنا يا رسول الله. فأخذ معه ضيف النبي إلى بيته وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا طعام الصبية. قال: أشغليهم حتى يناموا ثم قدم الطعام للضيف. فالتزمت بما طلب منها، ثم قال لها: إذا وضع الطعام أطفئ السراج حتى نشعر الضيف أننا نأكل معه. يبدو أن الطعام كان قليلا لا يكفي إلا لواحد، وأن هذا الصحابي الكريم آثر ضيف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وزوجته وأطفاله. فأكل الضيف ونام أبو طلحة وأهله جوعا. فلما أصبح الصباح وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بادر النبي أبو طلحة شاكرا له صنيعه، فقال له: لقد عجب الله من صنيعكما هذه الليلة، عجب استحسان ورضا. وفي رواية في الصحيحين كذلك: لقد ضحك الله من صنيعكما. ويقصد بذلك رفع الحرج عن ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة يحسن استحضارها أيها المشاهدون الكرام. إذا أمكن دفع الحرج عن الضيف بما تيسر من وسائل فذاك أمر حسن يدخل في حسن الضيافة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حين بشر هذا الصحابي الكريم بشكر الله تعالى لصنيعه، دل على أن هذا الخير العظيم العميم الذي حل بهذا الصحابي الكريم إنما كان من خلال وجبة قدمت لضيف، والله أعلم بحالها. نرى أيها الإخوة المشاهدون أن هذا الصحابي الكريم لم يتكلف فيما قدم لضيفه، ولو كان هذا الصحابي يستحضر التكلف لما بادر إلى استضافة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأظن أن التكلف في مجتمعنا وفي أمورنا الاجتماعية
يحول بين كثير من القيام بالواجبات وأداء المهمات استحضارا منا للتكلف الممقوت الذي نهى الله نبيه عنه في قوله تعالى: وما أنا من المتكلفين. يحسن أن نشير هنا إلى مسألة، وهي أن القاعدة العامة عندنا في الإنفاق أن الإنسان ينفق على نفسه وأهله أولا، ثم إن زاد شيء يقدمه للآخرين. أما هذه الحالة التي نحن بصددها وهذه القصة التي رويناها فإنها قصة عين وحالة خاصة استدعت إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم وإكراما لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقوم هذا الصحابي بتقديم طعامه وطعام أطفاله لضيف النبي عليه الصلاة والسلام خروجا على القاعدة العامة المعروفة: إن الإيثار قيمة عظمى. حين تستحضر يكون لها خير عظيم وينفع الله بها كثيرا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.